من النقاط المهمة جدا لو بنتكلم على زراعة القمح في الأراضي الصحراوية وتحديدا سواء نظام الري رش أو بيفوت، هي متابعة الرطوبة وقياس الرطوبة بشكل مستمر وتحافظ على عملية الري بشكل منتظم، وما تعرضش النبات عندك لأي استرس عطش ممكن يحصل. الكلام ده هتعرفه ازاي أو نتيجته هتكون ايه؟ هيكون ضعف في النمو بشكل عام، صغر حجم الورقة وضعفها، حتى لو بتسمد بشكل كويس فده هيسبب مشكلة. والنقطة التانية كمان حجم السنبلة نفسها هيكون أصغر، وعدد الأبراج فيها هيكون أقل حتى لو بتضيف الجرعات السمادية بتاعتك مظبوطة. فالري مهم جدا، وعلشان تتأكد من عملية الري لو هتستخدم القياس، وده مش شرط إن تستخدم القياس علشان تحدد. هنا دلوقتي الرطوبة عندنا على عمق 10 سنتي هي 90%، ودي رطوبة عالية مش قليلة خالص. على عمق حوالي 5 سنتي بنتكلم تقريبا في حوالي 60 ل 65%، ودي رطوبة ممتازة. القياس المقاس جايب الرطوبة دي او جايب الارقام دي علشان احنا لسه مكملين دورة الري دي، بقالها تقريبا هنا حوالي 5-6 ساعات من قبل التصوير ده. بخمس ست ساعات كانت دورة الري شغالة في الجزء اللي احنا فيه حاليا. فمهم جدا انك تتابع الرطوبة وتحافظ عليها، وما تعرضش النبات بتاعك لأي استرس عطش مهما كان، خصوصا ان عندنا من اسبوع كان عندنا موجة حر شديدة جدا، ودي اثرت بشكل كبير على المزارع او على اراضي القمح اللي كان فيها نقص مية بشكل بسيط. لما جت موجة الحر اللي حصلت ومعاها رياح كمان، فالموضوع كان صعب جدا، لان درجة الحرارة المرتفعة زودت معدل البخر او النتح من النبات فقللت المية فيه. وكمان جاء الهواء، عارفين طبعا ان الهواء لما بيجي مع موجات الحر بيكون اشبه بالشرد، فده كمان بيخلي النبات يفقد مية بكميات اكبر، فبيظهر عليه اعراض العطش بشكل سريع جدا وملحوظ وغير عادي. يعني بتلاقي الموضوع فجأة كده خلال يومين ثلاثة تلاقي عندك النبات كله خلاص بدأ ينشف من قلة المية من العطش. فضروري جدا جدا تهتم بالري، زود كميات الري على قد ما تقدر، خصوصا في المرحلة دي. احنا في مرحلة الطرد والامتلاء، خلاص احنا عدينا مرحلة الطرد ومرحلة التزهير، احنا خلاص داخلين على مرحلة امتلاء الحبوب، فلازم تدي النبات كفايته مية علشان يقدر يملى معاك السنبلة بشكل صحيح، وتاخد حجم حباية محترم ما يبقاش فيها ضمور. طبعا مع الاهتمام بتسميد البوتاسيوم والفوسفور وغيره، احنا ما بنتكلمش في تسميد، احنا بنتكلم في نقطة المية اللي هي اهم. يعني لو جينا نقيس اهميتها، لا هي اهم من عمليات التسميد في الوقت الحالي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فانت اهتم بالمية كويس جدا، وما تعرضش النبات بتاعك لعطش تحت اي ظرف من الظروف ولاي سبب من الاسباب، لان كده الخسائر هتكون كبيرة جدا، لانك هتسمد وهتعمل كل اللي عليك تسميد ورش وتكاليف، وفي النهاية هيكون الانتاج ضعيف. ليه؟ بسبب الري. فاهتم بالري قدر الامكان وما تأثرش خالص في الجزئية بتاعت الري. بس كده، دي كانت كل حاجة الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم وفاتكم بشيء يقدم لكم معلومة جديدة. يا ريت ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس لو اول مرة بتشوفنا، وكمان يا ريت تكتب لنا رأيك او سؤالك او استفسارك في تعليق، وان شاء الله هنرد عليك في اقرب وقت ممكن. شكرا لحسن المشاهدة، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير. استنونا، سلام.